أنا ساري ربايعة، معروف بساري إبراهيم، بعمل راب، عمري 29 سنة، مصاب انتفاضة من 13 سنة، اللي هو تحديداً 22/1/2006. بلشت أشتغل بمجال الموسيقى في بداية 2007، يعني بعد سنة بالضبط من إصابتي. كانت بمثابة مخرج من أزمة أنا موجود فيها، ولكن وجدت أنه هي حياة تانية وممكن تكون أفضل من الحياة اللي أنا كنت ممكن شايفها بنظري الفترة اللي كنت فيها بداية إصابة. بعدك أخذتها كأسلوب حياة لأنه وجدت حياة متكاملة. تجرد من كل المحن لأن الوضع استوى ما استوى، المسؤول مع المدفون تحت الثرة في محن الثرة ورقع عايش اللي افتروا ناس اشتغلت اللي هو أغنية مع رابر من فرنسا اسمه مانز، هو جزائري الأصل من جذور جزائرية لكن موجود بفرنسا. أنا كنت أغني باللغة العربية وكان أغني باللغة الفرنسية، برضو كل واحد شاف القضية الفلسطينية من وجهة نظره، هو كان بتكلم عن غزة وعن الضفة وعن رام الله من وجهة نظره، أنا كنت بتكلم برضو عن فلسطين من وجهة نظري أنا. اشتغلت أغنية اللي هي مع اللي كنا باند اللي هو فريق زقاق، اشتغلنا أغنية برضو Today We Sing، ويعني في لي كمان أغاني مع رابرز تانيين، في منهم متواجدين في غزة في منهم من برا غزة، برضو هم من الأساس كانوا موجودين في غزة. سيمفونية وطن كنت أتكلم عن حال الشارع الفلسطيني، عن حال الشباب، حال البطالة، كل المشاكل هاي، الاحتلال، الانقسام، تكلمت بأمور اجتماعية برضو، تكلمت في كتير مواضيع، تكلمت عن نفسي. يعني أنا بتكلمت حتى كل الأشياء هاي لما كنت بتكلم عن رؤيتي للمجتمع، رؤيتي للأشياء اللي بتصير. أنا كنت في زيارة موجود في منطقة حدودية داخل أراضي السلطة الفلسطينية وتم إطلاق النار علينا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كنا مجموعة أشخاص، يعني في أنا واللي هو قرايبي وناس وإشي بالمكان. كانت 3 رصاصات قناص، واحدة في الصدر، واحدة في البطن، واحدة في الظهر، اللي أدت لشلل نصفي. بعدها بفترة تقريبا بعدها ب 12 سنة استطعت إنه أنا أقدر أوصل يعني لرئيس الوزراء في مؤتمر قيادات الشبابية ووافق على الموضوع. خدت كتاب موقع من رئاس الوزراء انه انا كل تكاليف علاجي على نفقة هو الدوله، ولكن لليوم القرار هذا لم ينفذ على ارض الواقع، لم يتم تطبيقه. يعني انا موجوده معايا اوراق رسميه، طب ليش القرار ما بيتنفذ؟